اول كاميون الاول شدينا غير اليوم في الصباح. يلا ابدا ربعة السوايع عمرنا كاميون وغادي تعمر كاميون اخر وغنعمروا كاميون اخرين ان شاء الله. هذا نداء من ليبيا الى المغرب الذي لا تقل مأساته عن مأساة شقيقته ليبيا. الجميع هناك انتفض من اجل مساعدة المنكوبين على تجاوز هذه المحنة. سلاسل من المساعدات انتشرت في معظم المدن المغربية واتجهت إلى المناطق المتأثرة بهذا الزلزال. مشاهد كثيرة خففت من وطأة المأساة على الضحايا. مواطنون من مختلف أنحاء البلاد، شركات حكومية وخاصة، أصحاب محال تجارية، الجميع من دون استثناء شاركوا في نجدة المنكوبين من جراء الزلزال في المناطق الجبلية البعيدة. أيضا انتشرت حالة من الإنسانية على وسائل التواصل الاجتماعي وبدر معظم المستخدمين للمساهمة والتعليق بأسماء المناطق الأكثر احتياجا وتضررا من الأزمة. في هذا الإطار أيضا نشر بعض الأشخاص صورا لمشاهير شاركوا في عمليات الإغاثة والمساعدة، من ضمنهم لاعب المنتخب المغربي السابق مصطفى حجي. هذا بالإضافة إلى تمكن خبراء تقنيين مغاربة من إطلاق خدمة الإنترنت المجاني في المناطق المنكوبة من أجل المساعدة في البحث عن الناجين، وهذا بمساعدة شركة ستارلينك المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك. هذا الفيديو مشاهدينا وثقه شبان في إحدى المدن المغربية كانوا يجمعون مساعدات لأهالي المناطق المنكوبة. لنتابع. السلام عليكم، مرحبا بكم. شتو راه باقي ديال الدراويش ومركز الدراويش اول يوم الحمله جمع المؤونات ديال الدراويش قمي ميساجيا تبارك الله يغادي الخدم قرا بنتي ديال الدراويش زيد من طارق المحسنين ويبقى ميويا باش تورا في عمبا يمكن غادي نطلق النهار ثم باش تورا اللهم بارك في الخير كيم دانتيا هادي سقم من مناطق ديال عمبا اللهم بارك وزيد في ذلك من هي يدلع تضمن اللي يسمح ساكنه اقليم. هذا الشاب وثق حالة الفرح التي عمت بين المنكوبين في إحدى المناطق المتضررة بعد تلقيهم المساعدات. فيديو آخر حاز على قلوب الكثير من الأشخاص يظهر طفلا صغيرا كان يساعد في جمع وتوزيع المساعدات. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا من الرباط الكاتب والصحفي الحسن بوشمامة. أهلا وسهلا بك معنا في منصات. إذا تستمر سلاسل المساعدات في التدفق نحو المغرب باتجاه المناطق المنكوبة، كيف هي أوضاع المساعدات التي تصل إلى المغرب حاليا، وتحديدا لو تخبرنا من هي الجهات التي تهتم بهذا الموضوع؟ أهلا وسهلا رانيا. بالفعل فكما تتبع مشاهدو سكاي نيوز والقنوات الأخرى هناك هبة في أوساط المجتمع المغربي بكل فئاته بكل شرائحه بكل مؤسساته وقواه الحية بكل مناطقه. هذه الهبة هي من أجل دعم الإخوان المغاربة المتضررين في مناطق الحوز وفي المناطق الجبلية بسلسلة الأطلس الكبير. بطبيعة الحال هذه الثقافة حتى أكون واضحا هي متوارثة أبا عن جد وهي متأصلة في الذاكرة المغربية وفي الهوية المغربية وقيم تمغربية التي رضعها جميع المغاربة. وهنا أحيلكم على مجموعة من الأنظمة التقليدانية في المجتمع
المجتمع المغربي من عملية التويزة، عملية اللمة، يعني هذه ثقافة كانت مترسخة أصلا في القبائل. وبالتالي فتحضر المغرب وانتقاله نحو الحداثة ونحو التمدن، هذه الثقافة لم تضمحل بل تستمر وتحيا من جديد. وكما لاحظنا من كبريات المدن الحضرية من القرى ومن مختلف المناطق في المغرب، هناك يعني كل يساهم، فالنساء تعجن الخبز وأصحاب البقالة يساهمون، والمواطنون يشترون السلع بأموالهم ومن جيوبهم، وهناك عملية يقوم بها فعالية من المجتمع المدني يجمعون هذه المساعدات التي جمعوها من المواطنين وتوجه مباشرة إلى المناطق المتضررة. الأكيد أنه كي لا يكون هناك نوع من اللا تنظيم والارتجالية، فوزارة الداخلية يعني وضعت لجنة وهي التي تسهر على تلقي هذه المساعدات وعلى توجيهها إلى 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 المناطق المتضررة. هنا لا تظهر يعني الكواليس، هناك عمل في الكواليس، عمل منظم، عمل يستمر على مدار الساعات. هذا بالنسبة كما قلت لتطوع المجتمع المغربي، وهذا عمل ومبادرات إرادية، لكن بالمقابل هناك عمل تقوم به الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى الجماعات المحلية. وكذلك هناك تعبئة كبيرة لدى مغاربة العالم، يعني أبناء الجالية المغربية المتواجدين في مختلف ربوع العالم الآن هم يبدعون في جمع التبرعات ويبدعون، وفي خاصة على مستوى أوروبا فهم يقتنون الآن الخيام ذات المواصفات التي ستحمي المتضررين من موجات البرد القادمة. يعني هذه هي الأجواء السائدة. ونعم أستاذ رانيا، نعم، يخوض المغاربة اليوم سباقا مع الزمن لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض إثر هذا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أيام، وأيضا تكافح خدمات الطوارئ من أجل الوصول إلى المناطق النائية. لو تخبرني باختصار لو سمحت، هل هناك اليوم أمل بالعثور على المزيد من الناجين تحت الركام بعد مضي هذه الأيام؟ الأمل عند الله، لكل نفس أجل، وإذا كان يعني هناك بقية في عمر الذين هم الآن تحت الأنقاض فستتمكن الفرق من إخراجهم، لكن أقول على أنه مع توالي الساعات فالأمال تتضاءل، لأن هناك تحلل للجثث، هناك روائح كريهة بعث من تحت الأنقاض. أعتقد على أن هناك تسارع على مستوى الخطى، ومع وجود فرق قادمة من الإمارات ومن إسبانيا ومن بريطانيا ومن قطر، نعتقد على أن المجهودات الآن تسير بخطى حثيثة، وكما لاحظتم فهم يصلون الليل بالنهار، ونتمنى أن 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 ينقذوا ما يمكن إنقاذه. أشكرك جزيلا، كنت معنا من الرباط الكاتب الصحفي الحسن بوشمامة.